أخيرا ثناء الملك سبحانه وتعالى لا يكون إلا بالعمل. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. صورة عامة، فرق بين اللي ينتظر رمضان عشان الله يغفر له ويرحمه ويسامحه، وبين اللي ينتظر رمضان عشان مسلسلات وأشياء تافهة والله يريد أن يتوب عليكم، وفرق بين اللي يفطر وهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه صيامه وأعماله، وبين اللي يفطر على مسلسل أو معصية، وفرق بين اللي يخش غرفته ويقرأ قرآن ويتدبر القرآن ويعيش مع القرآن، بين اللي يجلس مثلا في الصالة أو في أي مكان ويجرح صيامه. نأخذ صورة مصغرة للعاملين في رمضان، نأخذها في رمضان فقط، ترى فرق بين اللي يعمل وبين اللي ينام. بالله تأملوا كلمة العاملين وحطوا تحتها 1000 خط، مو خط واحد ولا خطين ولا 3 ولا 50، 1000 خط. العاملين اجتهدوا تعبوا. وأما الذين فهموا الخطاب واجتهدوا بقدر المستطاع يقول لهم الله سبحانه وتعالى ويثني عليهم: ونعم أجر العاملين. الذين لم يفهموا الخطاب يقولون: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يا جماعة، هذا مشهد مبسط لما سيحصل لنا مع القرآن، مع خطاب الملك سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، ويوم القيامة ما سيحصل فيه. قال لك: أنت الذي فهمت الخطاب، والله إنك أنت خير من هؤلاء، وأنت الذي تستحق الجائزة الكبرى. جاتهم الحسرة والندامة: يا ريتنا. أنت الآن في فرح، ثم أتاك الملك وأثنى عليك. الأفراد اللي أخذوا زاوية كذا وقالوا بعدين وغرهم طول الأمل، تفاجأوا فجأة كذا، يعني في لمحة بصر جاء الحساب، وفجأة، وأنا أقول فجأة، انتهت المدة، جاء الملك سوى اجتماع وبدأ الحساب، وأنت تنظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، وأتتك العزيمة وبدأت تأخذ هذا الخطاب وتطبق بقدر المستطاع ما فيه، ومجموعة ثانية يعني تطبق شوية، يعني تخالف شوية، يعني ما بين كذا وكذا. أفراد من المجموعة سحبوا نفسهم كذا، يعني قالوا: إحنا إن شاء الله بعدين إلى لما تقترب نهاية المدة حنطبق الأوامر ونترك النواهي. أخذت الخطاب، جلست مع المجموعة، بدأت تقرأ الأوامر ثقيلة، النواهي تتصادم مع الهوى وما تريده النفس. حدد لكم مدة، وضع كذا زمن افتراضي أنه سيحاسبكم على ما في هذا الخطاب بعد انتهاء هذه المدة. تخيل معايا لو أنك كنت مع مجموعة من الناس وأتاكم خطاب من ملك من ملوك الدنيا، هذا الخطاب فيه له أوامر ونواهي،